بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الشابتر التاني في الكورس الخاص بينا، كورس ليكويد دوزج فورم. هنبدأ نتكلم على الكولويدز. المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن السوليوشنز وشوفنا أنواع السوليوشنز وبنقسم السوليوشن وإيه الديفرنت كلاسيفيكيشن أوف سوليوشن، وفي آخر محاضرة اتكلمنا فيها عن الديفرنت دوزج فورمز الأفيلابل في الماركت سواء كانت أكيوس سوليوشن أو نون أكيوس سوليوشن. النهارده ان شاء الله هنتكلم او هنبدا نتكلم عن الكولويدز. طيب نفتكر مع بعض تاني الكلاسيفيكيشن او اول كلاسيفيكيشن اخذناها للليكويد دوزج فورم، لما كنا قسمنا الليكويد دوزج فورم اكوردنج تو سايز والنيتشر اوف سوليبل اور ديسبيرسد فيز، قسمناهم لسوليوشنز وكولويدز وسسبنشنز وايمالشنز، وقلنا ان الكولويدز والسسبنشنز والايمالشنز دول هنعتبرهم او بنعتبرهم dispersed system. طيب تعالوا نشوف يعني ايه بقى dispersed system. dispersed system هو عبارة عن system بيتكون من two components او بنعتبره انه two component system. two components دول component منهم بنسميه dispersed phase، وهو ده في حالتنا بنعتبره هو solid particles، والcontinuous phase او dispersion medium هو ده solvent، يعني solute او الديسبيرسد فيز هو السوليوت والديسبيرشن ميديوم او الكونتينوس فيز هو الايه هو السولفنت. طيب يبقى الديسبيرسد سيستم كونسيست اوف وان كومبوننت، الكومبوننت الاولاني هو الديسبيرسد فيز زي ما قلنا، وده بيبقى ديسبيرسد في سوليد بارتكلز او تروبلت خلال انذر كومبوننت او الكومبوننت الثاني اللي بنسميه كونتينوس فيز او الديسبيرشن ميديوم. طيب في الديسبيرسد سيستم السايد اوف ديسبيرسد او سايز او البارتكل سايز اوف ديسبيرسد بارتكلز رينجد بتوين 1 نانومتر تو 1 مايكرومتر، او ممكن نقول رينجد بتوين 10 اس ماينس 9 متر اللي هو 1 نانو تو اباوت 10 اس ماينس 6 متر اللي هو ايه 1 مايكرومتر. طيب الابر سايز ليميت او الابر سايز اللي موجود، يعني ايه الابر سايز؟ يعني البارتكل سايز العالي، يعني كل ما قرب من الابر سايز ليميت كل ما قرب من الواحد مايكرومتر فانا كده بيكون عندي سسبنشنز وايمالشن، تمام كده. طيب اللي بنعتبرهم ودول بنعتبرهم بولي ديسبيرسد سيستم، وفيهم غالبا الدروبلت سايز بيكون او البارتكل سايز بيبقى قريب جدا من الواحد مايكرومتر، وفي بعض الاحيان او في معظم الاحيان البارتكل سايز بيكون او اكسيد ال1 مايكرومتر، او يعني بيبقى اعلى او اكبر من 1 مايكرومتر. ده بالنسبه للابر سايز ليميت. طيب احنا برضو لازم نعرف اللور سايز، او يعني لما اقرب من السايز القليل ده انا بروح فين، او انا زي ما قلنا زمان ان السايز او لما البارتكل سايز يبقى رينجد بتوين 1 تو 500 نانومتر من 1 ل 500 نانومتر فانا كده بتكلم ان انا عندي كولويدال ديسبيرشن. طيب وما دام الديسبيرسد فيز او ديسبيرسد ماتيريال فاري ان سايز فروم الاتوميك اند موليكولر دايمنشنز، وده الكولويدز، اب تو ريليتيف كورس بارتكلز وده السسبنشن والإيمالشن، وبالتالي أنا ممكن أستخدم المين بارتكل ديامتر أو المين بارتكل سايز ممكن أستخدمه ككونفينينت مينز عشان أعمل كلاسيفيكيشن للديسبيرسد سيستم ده. وده اللي حصل فعلا، إن الديسبيرسد سيستم عملنا لهم كلاسيفيكيشن أكوردنج تو البارتكل ديامتر، قسمناهم لموليكولر ديسبيرشن وأقصد بيها هنا السوليوشن، كولويدال ديسبيرشنز وهي الكولويدز، والكورس ديسبيرشنز ودي بقصد بيها السسبنشن والإيمالشن. لما نيجي نعمل مقارنة سريعة، ودي تقريبا اخدنا معظم اللي موجود في التابل دوت قبل كده في برضو في كومباريزون اخدناها في اول محاضرة، بقارن بين الموليكولر ديسبيرشن اللي هي السوليوشن، الكولويدال ديسبيرشنز اللي هي الكولويدز، والكورس ديسبيرشن اللي هي السسبنشن والإيمالشن. من حيث البارتكل سايز بلاقي ان الموليكولر ديسبيرشن البارتكل سايز لزان 1 ملي مايكرو، الملي مايكرو هو النانومتر، لزان 1 نانومتر. الكولويدال ديسبيرشن اللي هي الكولويدز البارتكل سايز رينجد بتوين 1 نانومتر 1 نانومتر تو 500 نانومتر. الكورس ديسبيرشن البارتكل سايز جريتر ذان 500 نانومتر او جريتر ذان 500 ملي مايكرو. طيب لما نيجي نتكلم على الفلتريشن، وهل البارتكلز بتعدي من سيمي بيرميبل ممبرين ولا لا، هلاقي ان في الموليكولر ديسبيرشن طبعا باس ثرو الالترا فلتر والسيمي بيرميبل ممبرين،
الكولويدز باس ثرو فلتر بيبر، بتعدي من فلتر بيبر لكن ما بتعديش من السيمي برميبل ممبرين، ودي يونيك بروبرتي هنستفيد منها قدام واحنا بنتكلم عن الابليكيشن اوف كولويدز في الفارماسيوتيكال بريبريشن. اما بالنسبه للكورس ديسبيرشن فهي لا بتعدي من الفلتر بيبر ولا بتعدي من السيمي برميبل ممبرين. طيب بالنسبه للديفيوجن الموليكولر ديسبيرشن طبعا رابيدلي ديفيوزد، او بلاحظ ان في رابيد ديفيوجن في الموليكولر ديسبيرشن، عندي في كولويدال ديسبيرشن فيري سلو ديفيوجن، والكورس ديسبيرشن لا طبعا ما بيحصلش ديفيوجن، ده انا بحتاج ان انا اضيف سسبندنج ايجنتس عشان ما يحصلش ايه رابيد سيدمنتيشن، فطبعا ما فيش ديفيوجن. طيب بالنسبه للفيجوال اكزامينشن او ازاي اقدر اشوف الديسبيرشنز دي، الموليكولر ديسبيرشن انفيزبل باي الكترون مايكروسكوب ما اقدرش اشوفها، الكولويدال ديسبيرشن فيزبل باي الكترون مايكروسكوب زي الناتشرال والسينثيتك بوليمرز، الكورس ديسبيرشن فيزبل اندر الاوبتيكال مايكروسكوب زي السسبنشن، وممكن بل ممكن اشوفها باي نيكد اي بالعين المجرده يعني. طيب لما نيجي نعرف الكولويدز بنقول ان الكولويدز عباره عن سوليد or liquid or gaseous substance ليها particle size ranged between 1 to 500 نانومتر، موجودة يا إما في صورة single large molecule أو masses أو aggregates of smaller molecules. ال particles دي بتبقى insoluble, diffusible ودispersed في surrounding liquid medium اللي هو dispersion medium أو dispersion phase. تاني يبقى أنا عندي particles سواء solid liquid gas، البارتكل سايز بتاعها في الرينج اللي احنا قلنا عليه اللي هو من 1 ل 500 نانومتر، موجوده يا اما في صوره single large molecules او aggregates of smaller molecules. البارتكلز دي لازم تتوفر فيها بعض الشروط، هي طبعا insoluble ولكن diffusible ودispersed في surrounding medium. اهم ما يميز الكولويدز ان هي occupy an intermediate position between the suspension والسوليوشن، حاجة كده بين الاثنين، حاجة كده بين البنين، بين السوليوشن والسسبنشن، من حيث البروبرتس ومن حيث البارتكل سايز، عشان كده هي أخدة من بعض صفات السوليوشنز وأخدة من بعض البروبرتس بتاعت السسبنشن، وهنشوف دلوقتي شكلها عامل ازاي. ممكن in other word نقول ان الكولويدز بريدج الميكروسكوبك والماكروسكوبك، الميكروسكوبك أقصد بيها السوليوشن والماكروسكوبك أقصد بيها الايه السسبنشن. هي الكولويدز بوسيس سام اوف بروبرتس اوف بوس، يعني زي ما قلنا اخده من صفات الاثنين، خلاص كده. عشان كده هتلاقي دايما ان الابلكيشن اوف كولويدز يونيك ابلكيشن، هلاقي ان في يونيك بروبرتس ما فيش او ابلكيشن ما بيقومش بالدور ده غير الكولويدز، يبقى ليها سبيسيفيك يوزز وسبيسيفيك فانكشن. وزي ما قلنا الصوره اللي قدامنا دي ده السوليوشن وده الكولويد، واللي قدامنا ده تيست اسمه تندال افكت، زي ما انت شايف كده مش شايفين خالص هنا الكون اوف لايت او اللايت كون مخروط اللي هو او الشكل او المثلث بتاع اللايت مش موجود، لان انا عندي في السوليوشنز ايه ما عنديش اي ديسبيرس، لكن في الكولويد بيظهر وفي السسبنشن كمان بيظهر. طبعا ده كولويدز بيبقى معظم الكولويدز بتبقى افتح من كده شويه، بس ده ممكن يبقى كولويد ليه بارتكل سايز في الابر رينج اللي هو قريب من 500 نانومتر. طيب الكولويدال سيستم او الكولويدال ديسبيرشن او الكولويدز اقدر اعمل لها كلاسيفيكيشن انتو 3 جروبس according to the interaction of particles, molecules or ion, or the interaction of dispersed phase with molecules of dispersion medium. يبقى أنا بالبلدي كده بقسم الكولويدز according to degree of interaction, درجة ال interaction between the dispersed phase and dispersion medium. لليوفيلك وليوفوبك وassociation. ليوفيلك، ليو يعني solvent، فيلك يعني يحب solvent loving. ليوفوبك solvent hating. يبقى باين كده ان في اللايوفيليك كولويد ان في ايه في انتر اكشن عاليه جدا بين السولفنت والديسبيرسيت فيز. اللايوفوبيك لا مفيش انتر اكشن خالص. الاسوسيشن حاجه كده بين البنين برضو هنتكلم عليها، وهي دي عباره عن المايسلز او السرفكتنت، اسوسيشن كولويدز او الامفيفيليك كولويدز. طيب هنبدا نتكلم في الاول عن اللايوفيليك كولويدز. اللايوفيليك كولويدز او بنسميها السولفنت لافينج كولويد، وفيها a dispersed phase interact to an appreciable extent، يعني في interaction كبيرة جدا with dispersion medium، في interaction قوي، في strong interaction between the dispersed phase and dispersion medium. ال formation بتاع الكولويدال dispersion بيتكون with relative بسهولة with relative ease، يعني بمجرد ما تجيب ال dispersed phase particles السوليد تحطه على السولفنت وتقلب حاجه بسيطه كده على طول يتكون الايه اللايوفيليك
كولويدز. اللايوفيليك كولويد الديسبرشن بيطلقوا عليها لفظ سولز. ليه؟ ديو تو الهاي افينيتي فور ديسبرشن ميديوم. هي مش سوليوشنز، هي سولز، وتختلف السولز عن السوليوشنز. تمام كده؟ يبقى السولز هي اللايوفيليك كولويد الديسبرشن وسموها كده لان في افينيتي عاليه فور ديسبرشن ميديوم، فبيبان ان او اللايوفيليك كولويدز بتبان كانها ايه؟ بتبان كانها شبه السوليوشن. تمام كده؟ اللايوفيليك كولويدز بنقول ان هو فيزيكالي وثيرموداينامكالي ستيبل، يعني ما بيحصلش بريسيبتيشن بسهوله. تمام؟ طيب يعني ايه فيزيكالي ستيبل وثيرموداينامكالي ستيبل؟ فيزيكالي ستيبل يعني الديسبيرسد سيستم ما بيحصل لهاش بريسيبتيشن. طب الثيرموداينامك ستابيليتي يعني ايه؟ يعني السيستم لا بيعمل كونسامشن ولا ريليز للهيت انرجي. خلاص؟ طيب ايه اللي بيفسر الكلام ده او ايه السبب ان الديسبيرشن فيزيكالي اند ثيرموداينامكالي ستيبل؟ طبعا ده بسبب وجود او بسببين. السبب الاولاني ان عندي سترونج فورس اوف انتر اكشن بين الكولويدال بارتكلز والليكويد او اللي هو السولفنت او الديسبيرشن ميديوم. تمام؟ زائد عندي كمان لما بحط اللايوفيليك او لما بحط السوليوت اللي هو اللايوفيليك في الديسبيرشن ميديوم في السولفنت، اللي بيحصل ان بيتكون سولفنت كوت، سولفنت شيس، غلاف، سين فيلم من السولفنت اراوند ايتش بارتكل من الديسبيرسد بارتكل، ايتش بارتكل من السوليوت. كل ده بيكتر او بيزود الانتر اكشن وبيخلي الانتر اكشن دايما سترونج وبيخلي السيستم دايما فيزيكالي وثيرمودايناميكالي ستيبل. طيب بنقسم اللايوفيليك كولويدز اكوردنج تو تايب اوف سولفنت، الهيدروفيليك كولويدز ولايبوفيليك كولويدز. هيدروفيليك كولويدز لو انا عندي سولفنت ميه زي جيلاتين في الووتر، الاكاشيا في الووتر، الانسولين في الووتر، الالبومين في الووتر. اللايبوفيليك كولويدز طبعا لو انا عندي سولفنت اويل او نون اكيس اورجانيك سولفنت زي الرابر والبوليستيرين في البنزين. طيب كلمه لايوفيليك ده مش ابسوليوت تيرم، مش ابسوليوت ديفينيشن، يعني ما ينفعش اقول الاكاشيا ده دايما بتكون لي لايوفيليك كولويد او ان هي لايوفيليك كولويد، ما ينفعش. المينينج دوت بيبقى رايت صحيح امتى؟ لما حدد الماتيريال ديسبيرسد، الماتيريال اللي هو السوليوت، وحدد الديسبيرشن ميديوم، يعني اقول ان الاكاشيا بتكون لي لايوفيليك كولويدز في الميه، لان هي ممكن تبقى في سولفنت تاني ما تكونش لايوفيليك كولويد. يبقى الماتيريال وده بيوضحه لك اهو، السبستنس اللي بتكون لايوفيليك كولويدال سيستم في وان ليكويد زي الووتر ممكن ما تكونليش اللايوفيليك كولويد ده في انذر ليكويد زي البنزين مثلا. يبقى انا كلمه لايوفيليك دي مش ابسوليوت تيرم، مش ابسوليوت ديفينيشن. طيب ازاي احضر اللايوفيليك كولويدز؟ بسهوله، ديبند عندي ان السوليوت بيحب السولفنت فمش هيبقى عندي مشكله، بمجرد بس ان انا بعمل ستيرنج خفيف على طول بيبدا يتكون عندي الايه اللايوفيليك. يبقى نتيجه ان الافينيتي اوف لايوفيليك كولويدز فور ديسبيرشن ميديوم عاليه فبيحصل سبونتينيوس فورميشن في كولويدال ديسبيرشن، فور اكزامبل اكاشيا تراكنس ومثال سيلوز وسيرتن اذر سيلوز ديريفاتيفز في الميه بيكونوا لي لايوفيليك كولويد. هي دي جنرال ميثود فور بريبريشن او فور فورميشن اوف لايوفيليك كولويد. مش ما عنديش سبيشال ميثود يعني احضر بيها او جهاز معين بحضر بيه، لا خالص، الموضوع بيبقى سهل وبيتكون بسهوله. نيجي على الكلاس الثانيه من الكولويدز اللي هي اللايوفوبيك كولويدز او سولفنت هيتنج كولويدز. وفي الحاله دي انا عندي ليتل اتراكشن فور ديسبيرشن ميديوم بتوين او ليتل اتراكشن بتوين ديسبيرشن ميديوم والكولويدال بارتكل، عشان كده بنسميها لايوفوبيك او سولفنت هيتنج. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا ما عنديش ابسنس اوف سولفنت شيز اراوند الاي ديسبيرسد بارتكل. غالبا او اكزامبلز على اللايوفوبيك كولويدز بيكون عندي inorganic particles dispersed in water زي الجولد والسيلفر والسلفر أرزينيا السلفايد والسيلفر أيودايد في الماء. هذه شكل الكولويدال سيلفر. لما أجي أقارن أو أعمل comparison between lyophilic salts والlyophobic salts هنلاقي إن lyophilic salts طبعا preparation بيبقى سهل جدا عن طريق إن أنا بعمل mixing with dispersion medium على طول بسهولة. طب اللايوفوبيك سولز لا، هنا التحضير محتاج سبيشال ميثودز. اللايوفيليك زي ما قلنا فيزيكالي وثيرموداينامكالي ستيبل، ما بيحصلش بريسيبتيشن. هنا البريسيبتيشن سهل جدا، لو ضفت سمول اماونتس من الالكترولايتس على الايه على الديسبيرشن يحصل البريسيبتيشن.
عندي اللايوفيليك سولز ريفرزبل، يعني لو في أسوأ الأحوال حصل بريسبتيشن تقدر تعمل ايه تشيكينج، خلاص كده تقدر تعمل شيكينج والكولويدال سول بيتكون بسهولة عن طريق انت تعمل ريميكسينج. لكن هنا عندي اللايوفوبيك سولز ايرريفرسبل ان نيتشر، بمجرد ما حصل بريسبتيشن خلاص شكرا، مستحيل ان انت تقدر ترجع الكولويد لاصله باي سمبل اديشن اوف ديسبيرشن ميديوم. اللايوفيليك سولز نتيجة الهاي انتراكشن بتوين السوليوت والسولفت، فلاقي ان السيرفس تنشن اقل من السيرفس، او السيرفس تنشن بتاع اللايوفيليك سولز اقل من السيرفس تنشن بتاع الديسبيرشن ميديوم. يعني هنا عايز يقول لك ايه، ان الاديشن اوف لايوفيليك كولويدال بارتكلز بيقلل السيرفس تنشن بتاع الديسبيرشن ميديوم، او بيقلل الديسبيرشن ميديوم السيرفس تنشن بتاع الميه مثلا لو انا شغال سولفنت بتاعي ووتر. لكن هنا اللايوفوبيك سولز السيرفس تنشن تقريبا هو هو السيرفس تنشن بتاع الديسبيرشن ميديوم، يعني مفيش تاثير لاضافه الايه اللايوفوبيك كولويدز. بنحضر اللايفوبيك كولويد ازاي؟ بيبقى زي ما قلت عندنا سبيشال ميثود على حسب البارتكل سايز. لو انا عندي لارجر بارتكلز، يعني عندي بارتكلز السايز بتاعها اعلى من 500 نانومتر، فانا محتاج ان انا اعمل بريك داون لللارجر بارتكلز دي انتو بارتكلز وادخلها جوه الكولويدال دايمنشن، فدي الميثود دي اسمها ديسبيرشن ميثود. او العكس، لو انا عندي كولويدال بارتكلز السايز بتاعها او هي في السب كولويدال دايمنشن، فمحتاج ان انا اعمل اجريجيشن للسمول بارتكلز دي زي المولكيولز الصغيره، محتاج ان انا اعمل لها اجريجيشن، فبتكلم ان او بقول ان الميثود دي اسمها ايه كوندنسيشن ميثود. طيب يبقى انا ادي الميلنج اوف لارج بارتكلز، وادي البرسبتيشن فروم سوليوشن، او دي طريقه من طرق الكوندنسيشن ان انا بعمل اجريجيشن للبارتكلز اللي هي في السب كولويدال دايمنشن واكون اللارج بارتكل. طيب الديسبيرشن ميثود، او تعالوا نتكلم بقى عن الديسبيرشن ميثود، وانا فيها بعمل بريك داون للايه للكورس ماتيريال عن طريق استخدام التراسونيك جنريتور اللي هو السونيفايرز او السونيكيتورز والكولويدال ميلز والالكتريكال ارك او الابلكيشن اوف الكتريكال فيلد. لما نيجي نشوف الالتراسونيك جنريتور، هنا الديسبيرشن اتشيفد باي يوز اوف هاي ان انتنسيتي التراسونيك جنريتور، اهو الرود دوت. طبعا ليه بقيت في جهاز بس يعني مش مهم، انا عايزك تشوف الرود دوت هو اللي بيعمل جنريشن للالتراسونيك ويفز ممكن توصل ل 20,000 سايكلز بير سكند. طيب الكولويد ميلز ازاي بقدر الكولويد ميلز؟ باختصار انا بعمل كومينيوشن جريندنج ميلنج، بعمل سايز ريدكشن للسوليد تمام، عن طريق ان انا بعمل ابلكيشن للستريس على الماتيريال. زي ما انت بتمسك المورتر والبيسل بتطحن بالبيسل البارتكلز اللي ليها سايز كبير عشان تعمل ابلكيشن للستريس، وبالتالي بيحصل بريك داون او بريكج للايه للبارتكلز. بس من عيوب الميثود دي ان انا استخدام الكولويد ميل عشان احصل على كولويدال ديسبيرشن مش افيشنت، او الافيشنسي بتبقى قليله. طيب اللي بيحصل او فكره عمل الكولويد ميل ان انا بيبقى عندي تو رابيدلي روتيتنج بليدز بي روتيت اجينست ايتش اذر اتجاهين عكس بعض، وبحط هنا في النص السوليد بتاعي اللي انا عايز اعمله سايز ريدكشن. شايفين ما عندي بنز وسنون كتير قوي، هي دي بتعمل لي سايز ريدكشن. بس من عيوب الكولويد ميل الجهاز دوت، يعني كلمه ميل دي خلي بالك ده الاكويبمنت اللي انا بعمل بيها سايز ريدكشن، يعني بنقول عليه ميل، هامر ميل، كاتر ميل، كولويد ميل وهكذا. طيب دي بتعمل لي ريدكشن بس لسمول اماونت من التوتال بارتكلز، يعني الفيد اللي انت مدخله عشان تعمله سايز ريدكشن مش كله بيدخل في الكولويدال دايمنشن، بتحتاج اكتر من سايكل، بتستهلك وقت وجهد وافورت وتايم كبير قوي. طيب ليه الكولويدال ميل مش افيشنت؟ لان خلي بالك على حسب طبيعه الماتيريال، عندي بعض الماتيريالز بيكون ليها بلاستيك بيهيفير. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الماتيريالز حاجه من الاثنين، يا ليها بريتل بيهيفير يا بلاستيك بيهيفير. بريتل بيهيفير يعني لما باجي اعمل ابلكيشن للبريس ستريس عليها تتكسر يحصل سايز ريدكشن، على عكس البلاستيك بيهيفير كل ما تعمل ابلكيشن للستريس بيحصل ديفورميشن، الشكل بس بيتغير وزود سايز ريدكشن. خلاص كده يبقى في بعض الماتيريال وذ ديكريزنج البارتكل سايز بتلاقي بلاستيك بيهيفير، وبالتالي بيبقى عندي ديفيكولتي في ان انا اعمل بريكنج للبارتكل سايز. عندي بارتكل ثانيه ليها ليميت في الجريندابيلتي، يعني خلاص بعمل سايز ريدكشن بوصل لسايز معين، كل ما اعمل ستريس وابلكيشن للستريس ما بلاقيش اي ديكريز في البارتكل سايز، فبالتالي الميثود دي مش مناسبه، او استخدام الكولويد ميل مش مناسب
للتايبس دي اوف ماتيريال. وده طبعا صوره احنا شفناها او شفتوها قبل كده في الفيزيكال فورمسي. ادي النيوتونيان ليكويد ابلكيشن اوف ستريس، بمجرد ما تعمل ستريس يبدا يحصل فلو. لكن هنا ده البلاستيك بيهيفير، ان انت بتعمل ستريس لفتره طويله بدون ما يحصل اي تغيير. تمام كده؟ طيب عندي الميثود الثالثه اللي هو ابلكيشن اوف الكتريكال ارك او ابلكيشن اوف الكتريكال فيلد، ودي ميثود بستخدمها تو بروديوس سولز اوف ميتلز، بالتحديد اللي هي اللايوفوبيك كولويدز سيلفر جولد بلاتينوم في الووتر. الفكره كلها ان انا الميتلز اللي انا عايز احضر له السول او الكولويد زي السيلفر في الووتر بجيب الكترود من السيلفر، طب عايز احضر جولد في الووتر بجيب تو الكترودز جولد، وهكذا. ببدا اجيب تو الكترودز ميد فروم الميتال اللي انا هحضر منه السول، واعمل ايمرجنج او ايمرسن في ديسبيرشن ميديوم اللي هو الووتر. يبقى انا عايز احضر مثلا كولويدال سيلفر في ميه، ببدا اجيب تو الكترودز من السيلفر اعمل لهم ايمرسنج في ايه؟ في ووتر. خلاص كده. طب وبعدين ببدا اعمل ابلكيشن للالكتريكال ارك وزين الليكويد بتوين التو الكترودز، زي ما انت شايف اهو ادي التو الكترودز وادي البيكر الصغير ده في الديسبيرشن ميديوم، والبيكر اللي بره فيه ايس، وهنقول ليه طبعا، وادي ايه الايه الالكتريكال فيلد بتاعي او الدايره الكهربائيه بتاعتي، وابدا اشغل. خلاص كده. نتيجه ان انا شغلت او نتيجه ان في الجنريشن للالكتريكال فيلد بيبقى عندي انتنس هيت. خلاص. عشان كده البيكر اللي بره كيبت كولد باي ايه؟ باي ايس. نتيجه الانتنس هيت دوت بيبدا بمجرد ما شغلت الالكتريكال فيلد بيبدا الايه؟ الالكترود دوت زي ما بنقول كده بيبدا يحصل له هيدروليسيس في الميه، يتكون الكولويد. ولو جزء خرج نتيجه الانتنس هيت في فيبر اقدر اعمل له كوندنسيشن واكون السيلفر كولويدال بارت. طبعا الصوره اللي على اليمين طيب هي برضو اللي على الشمال نفس الايه؟ نفس الفكره. طيب نيجي للكوندنسيشن ميثود. وفي الكوندنسيشن ميثود زي ما قلنا انا بيبقى عندي بارتكلز في السب كولويدال دايمنشن، بعمل لها اجريجيشن انتو بارتكلز في او ادخلها في الكولويدال رينج بطريقتين، يا اما بغير السولفنت يا اما بعمل كيميكال رياكشن معين. تشينج ان سولفنت يعني باختصار كده، فاكرين لما كنا بنتكلم في الاكزير وقلنا والله انا الاكزيرز عندي سبستنس بورلي ووتر سوليبل فبدوبها في ايثانول، لو جيت خففت بكميه كميه اكيو سوليوشن كبيره يترص بالماده الفعاله او تترص بالماتيريالز دي، يبقى انا لو ضفت ماتيريال لو ضفت سولفنت اذر زين السولفنت اللي بيدوب فيه البارتكلز دي، سولفنت ما بيدوبش فيه يحصل ايه؟ بريسبتيشن. نفس الفكره يعني فور اكزامبل لو عندي سيلفر او عندي سلفر او فوسفورس ديزولفت في ايثانول، سلفر بيدوب في الالكول فوسفورس بيدوب في الالكول، وعندي كونسنتريتد سوليوشن بدات اعمل له بورنج على اكسس اوف ووتر او العكس ضفت عليه ووتر، ايه اللي هيحصل؟ بيبدا يحصل جنريشن لسمول نيوكليوي بتبدا تتكون فين؟ في السوبر ساتوريتد سوليوشن، يحصل جروس او رابيد جروس ويبدا يتكون عندي كولويدال ديسبرشن. ده ليه؟ نتيجه اللو سولوبيليتي اوف سلفر اور فوسفورس ان ووتر. يبقى انا دلوقتي قاعده عامه بتقول ان انا عندي نمبر اوف سبستنس اوف كولويدال سوليوشن كان بي بريبيرد، او اقدر احضر الكولويدال ديسبرشن باي تيكينج ا سوليوشن اوف سبستنس الفوسفورس في الالكول ده سوليوشن اهو ان وان سولفنت اند بورينج ات انتو انذر سولفنت السوليوت اللي عندي ايه ليه سوليبل فيه ما بيدوبش فيه. تمام. طيب الكيميكال رياكشن ده ديبند ان انا بعمل كيميكال رياكشن زي الريدكشن اوكسيديشن هيدروليسيس دبل ديكومبوزيشن مثلا زي النيوترال او سلايتلي الكالين سوليوشن اوف نوبل ميتال سولت زي السيلفر او جولد، اعمل لهم ريدكشن باستخدام ريدوسينج ايجنت زي الفورمالدهايد، يبدا يحصل جنريشن للاتومز يحصل لها كومباينيشن واجريجيشن مع بعض ويتكون عندي تشارجد اجريجيت. ممكن اعمل اوكسيديشن لهيدروجين سلفايد يبدا يتكون عندي سلفر اتوم تتجمع مع بعض ويتكون عندي سلفر كلويد. لو ممكن عندي سوليوشن من الفيريك كلورايد ده سوليوشن ضفته على كميه كبيره من الووتر هيحصل هيدروليسيس يتكون ريد كلويدال سوليوشن من الهيدريتد فيريك اوكسايد، وادي الايكويشن اهو هيدروجين سلفايد عملت له اوكسيديشن تمام كون عندي سلفر اتوم اجريجيتس كون سلفر كولويدز نيوترال الكلاين سوليوشن اوف نوبل ميتال سولت ريدكشن اتومز تكون وهكذا، والفيريك كلورايد حصل له هيدروليسيس كون عندي ريد كولويدز من الفيريك ايه من الفيريك اوكسايد. نيجي لاخر حاجه في محاضره النهارده وهي الاسوسيشن كولويدز. والاسوسيشن كولويدز هي عباره عن او عارفين السرفكتنتس المايسلز بالتحديد هي دي الاسوسيشن كولويد. عندي مولكيولز بنعيد بقى الكلام ده اتقال في الفيزيكال فارماسي قبل كده اسمها امفيفايلز او سيرفس اكتيف ايجنت سيرفكتنت كاركترايزد باي تو ديستينكت ريجن اوف اوبوزينج سوليوشن افينيتي. يعني ايه؟ ادي المولكيول اوف سيرفكتنت
بيتكون من two region, hydrophilic head و lipophilic أو hydrophobic tail. تمام كده. لما يبقى عندي surfactant at very low concentration في الميديم بيبقى الامفيفايلز دي موجودة as monomers individuals كده وحايد خلاص كده، ليها سايز في السب كولويدال دايمنشن اقل من الكولويد، محتاج ان انا اعمل لها اجريجيشن. فطب اعمل ايه؟ ازود الكونسنتريشن شويه يبدا يحصل اجريجيشن. تمام، يبدا يحصل اجريجيشن، وبمجرد ما اوصل لكونسنتريشن اسمه ايه بقى؟ كريتيكال مايسل كونسنتريشن، تتكون المايسل الاجريجيتس دي فيها من 50 او اكتر من المونومر اسمها الايه؟ المايسلز. الدايمتر بتاع المايسل او البارتكل سايز بيتراوح من 50 انجسترون 5 او بيكون تقريبا اراوند ال 5 نانو متر. هنا طبعا في الحاله دي المايسلز ايه داخله في السايز بتاع الايه او الرينج بتاعها داخله في السايز بتاع الكولويدال دايمنشن. الكونسنتريشن اللي عنده المايسل بتتكون هو ده بنسميه كريتيكال مايسل كونسنتريشن. المايسلز دي هي الاسوسيشن كولويد. يبقى طيب عايز اشوف البيهيفير بتاع الاسوسيشن كولويد او المايسلز في الميه. في الووتر زي ما انت شايف هيبقى عندي الهيدروكربون الشين اللي جوه تبعد عن الميه صح، فيس انورد، والهيدروكربون او يعني عشان تحافظ على الهيدروكربون انفايرمنت صح كده، والبولر بورشن هتبقى لبره دي ليها دايركت كونتاكت او اسوشيتد مع الايه؟ مع الووتر موليكيول طبيعي. طب العكس بقى، لو جيت عملت او ضفت الاسوسيشن كولويدز دوت في نون بولر ليكويد العكس هيحصل، عشان كده هنسميها ريفرسد مايسل. الاورينتيشن هيتعكس، البولر هيد هتبقى جوه انورد، والهيدروكربون تشين هتبقى اسوشيتد مع الايه؟ الكونتينوس نون بولر فيس ريفرس مايسل، دي بنسميها ريفرس مايسل. طيب هل في علاقه بين الاديشن اوف سيرفاكتنس والسيرفس تنشن بتاع السوليوشن اللي عندي؟ اه طبعا. طيب السيرفس تنشن هي عباره عن ايه؟ فينومين خلاص اللي فيها سيرفس اوف ليكويد اللي ليه كونتاكت مع الجاز اكت اس سن الاستيك شيت. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تحط ووتر في بيكر فبيبان كده، او تيجي تبص على السيرفس اللي هو السيرفس بتاع الليكويد اللي ليه دايركت كونتاكت مع الاتموسفير مع الاير فبتلاقيه اكت اس سن الاستيك تشيت، ده بسبب السيرفس تنشن خلاص كده. والفينومينا دي هي المسؤوله عن الشكل دوت. طب افرض السيرفس ده كان بين تو ليكويدز، يعني مثلا عندي اويل ووتر، في الحاله دي السيرف مش بنسميه بقى سيرفس تنشن، بنسميه انترفيشال تنشن او انترفيس تنشن. تمام، ولازم السيرفس تنشن ده احاول اقلله عشان الاوتر والاويل يبقوا مسبل. ده لو بحضر مثلا ايه؟ بحضر ايمالشن. هنشوف بقى بنقلل السيرفس تنشن ده ازاي. طيب الطبيعي ان انا لو عندي ووتر مولكيولز على السيرفس وفي البالك ليكويد، هنا عندي المولكيولز في البالك ليكويد بتتاثر باتراكتيف فورسز من كل الاتجاهات، فالنت فورس ايكوال زيرو، لكن هنا دايما المولكيولز اللي موجوده على السيرفس بتتاثر بس باتراكتيف فورس انورد، فكل المولكيولز اللي جنب بعض هنا كده زي ده كده، فبتلاقي ان السيرفس ماله اكت اس سن الاستيك فيلم خلاص. طيب تعالوا نشوف المايسلز ودورها في السيرفس تنشن وبيحصل ايه بقى. طبعا بلو السي ام سي اقل من كريتيكال مايسل كونسنتريشن، فالكونسنتريشن بتاع الامفيفايلز بيبقى قليل، فبيبدا يحصل ادزوربشن على الاير ووتر انترفيس خلاص كده. اهو ادي الصوره اهي، ادي لسه بضيف لسه السيرفاكتنت. ما احنا عارفين ان المايسلز هي عباره عن اجريجيتس من السيرفاكتنت، at very low concentration بيبدا يحصل adsorption بالشكل ده الهيدروفيليك هيد جوه واللايبوفيليك لبره خلاص. طيب وبعدين ابدا ازود، يبدا يحصل ايه؟ خلي بالك انت كل سيرفكتنت بتضيفه بيحل محل ايه؟ ووتر مولكيولز من اللي كان مسبب سيرفس تنشن، فانت كل ما بتضيف المولكيولز فالسيرفس تنشن بيقل 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 لحد ما يحصل كومبليت ساتوريشن للانترفيس للليكويد اير انترفيس. اي تركيز او التركيز اللي بيحصل فيه كومبليت ساتوريشن هو ده الكريتيكال مايسل كونسنتريشن، بعديه اي اضافه هيبدا يتكون المايسل، وبعديه اي اضافه السيرفس تنشن مش هيتاثر. ليه؟ لان خلاص حصل كومبليت ساتوريشن فالسيرفس تنشن قل خلاص، ده اقصى حاجه. اي زياده بعد كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان السيرفس تنشن دايما كونستنت. يبقى اقل من السي ام سي كونسنتريشن بتاع الفايز اندرجو ادزوربشن، بيحصل ادزوربشن على الاير ووتر انترفيس. الكريتيكال مايسل بوينت ريتشت امتى؟ لما الانترفيس بيكام ساتوريتد ويز المونومر زي ما شفنا. اي فيرذر امفيفايلز ادد اكسس من الكونسنتريشن ده بيبدا يتكون عندي اجريجيتس وبيتكون عندي المايسل.
طبعا زي ما شفنا السيرفس تنشن ديكريز اب تو كريتيكال مايسل كونسنتريشن لحد الكريتيكال مايسل كونسنتريشن، لكن اباف الكريتيكال مايسل خلاص السيرفس تنشن ريمين ايه كونستانت خلاص. وشفنا ادي الايه ادي ده السيرفكتنت كونسنتريشن وادي الايه السيرفس تنشن. طيب طبعا شكل المايسل دايما بتبقى سفيريكال لما الكونسنتريشن بيبقى كلوز تو كريتيكال مايسل كونسنتريشن، لكن لو ضفت اكتر في السيرفكتنت كتير ات فيري هاي كونسنتريشن المايسلز بتكون لامينر ان شيب زي ما انت شايف بالشكل ده. شكرا جزيلا.